في الأحداث الأخيرة، شهدت العلاقات بين السعودية والإمارات توتراً كبيراً، حيث تلقت الإمارات صفعة مدوية من السعودية. وجاءت هذه الصفعة في ظل تهديدات بإخراج الإمارات من المشهد اليمني بالقوة، في إشارة واضحة إلى تصعيد الوضع بين البلدين. تزامن مع هذا التوتر، قامت الإمارات بتصعيد عسكري في محافظة حضرموت، وذلك في إطار محاولتها عرقلة المفاوضات القائمة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والحوثيين، والتي تتم بوساطة عمانية. وبهذا التصعيد، تسعى الإمارات لفصل الهضبة النفطية في حضرموت عن أي اتفاقات مستقبلية، وهو ما يعتبر ضربة مدوية للإمارات. في هذا السياق، أكد عبد الله آل هتيل، مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظي السعودية، أن حضرموت ستظل جزءاً لا يتجزأ من أي تسويات أو تفاهمات في الصراع اليمني. وعبر تدوينته على منصة إكس، أشار آل هتيلة إلى أن شمس حضرموت لن يحجبها غربال الصغار، معنياً بذلك أن الإمارات لن تتمكن من فرض واقع جديد في المحافظة وإبعادها عن المفاوضات الجارية. من جانبها، ردت السعودية على تحركات الإمارات بلومها بالاستهداف المباشر للقوات الإماراتية والفصائل التابعة لها في المحافظات الجنوبية اليمنية. وتعكس هذه الصراعات العميقة بين الطرفين القطبين في التحالف العربي، وتزيد من حدة الأزمة والتوتر في المشهد اليمني. إن هذه التطورات تشير إلى تفاقم الخلافات بين السعودية والإمارات، وتعزز من التوترات الإقليمية في المنطقة. ويظهر أن البلدين يسعيان إلى تمثيل مصالحهما المتنافسة في اليمن، مما يعقد عملية السلام والمفاوضات ويؤثر على استقرار البلاد. نشكركم على حسن المتابعة والاستماع. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.